إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض اسمه مرض لايم. طبعا السمة المميزة لهذا المرض مرض لايم هي ظهور طفح جلدي على شكل هدف أو الذي يظهر بعد حوالي تقريبا أسبوع إلى أسبوعين من التعرض للدغة القراد. مع ذلك لا يظهر هذا الطفح الجلدي المميز عند جميع الأطفال المصابين بهذا المرض. قد يترافق هذا الطفح الجلدي مع حمى وقشعريرة وألام. وأيضا سبب هذا المرض هو نوع من أنواع المخلوقات الدقيقة البكتيريا التي يحملها قراد القزلان الصغيرة جدا. أيضا في الجسم قد تلقى بعض الأنواع من قراد القزلان. أيضا تلقي العلاج المناسب لهذا المرض مرض اللايم يمكن أن يؤثر على المفاصل والجهاز العصبي والقلب، لأن المرض لأن العلاج له مضاعفات على بعض الأجهزة الجسمية الموجودة في الإنسان. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.